صباح الخير، ايه رأيكم لو نعمل مع بعض كيكة من غير ولا لبن ولا بيض ولا زبدة؟ كيكة خفيفة وطرية وحلوة قوي قوي قوي، واثقة ان هي هتعجبكم. هقولك المقادير اللي محتاجينها. محتاجين دقيق وسكر وكاكاو خام ورشة ملح وكمان بيكنج سودا ومعانا معلقة خل كبيرة وكمان زبدة الفول السوداني اللي هي بينت باتر، وكمان محتاجين مية سخنة وفانيلا. أول حاجة معانا الدقيق. إيه ده لأ محتاجة من نص كوباية لكوباية دقيق، تمام؟ يعني مش هحطها كلها مرة واحدة، هحط نص كوباية في الأول منخولة، وبعد كده أشوف الخليط بتاعي هيحتاج تاني ولا لأ، لأن الدقيق بيختلف من نوع لنوع. وهحط عليه النص كوباية الدقيق، ربع كوباية كاكاو خام، وكوباية إلا ربع سكر، لو بتحبوها مسكرة قوي ممكن كوباية، لكن أنا أفضل كوباية إلا ربع. معلقة صغيرة بيكنج سودا وربع معلقة ملح، هخلطهم كويس مع بعض. وهحط تلت كوباية زيت وعليها معلقة كبيرة خل أبيض ونص معلقة صغيرة من الفانيلا، هقلبهم كده. هحط عليهم كوباية مية مغلية وهبتدي أقلب، وهشوف الخليط بتاعي هل محتاج دقيق تاني ولا لأ. بصوا، هحط يمكن معلقة دقيق كمان. اهم حاجة عندي ان الخليط يبقى سايل، ما يبقاش كده جامد، ما يبقاش زي الطحينة، لا يبقى اخف من الطحينة. طبعا هكون محضرة الفرن بتاعتي على 180 درجة، وهجيب صينية مقاس 8 انش او 20 سنتي، هي مقاس صغير، وهكون عاملة رشة زيت بسيطة من القعدة والجناب، وحط عليها ورق البارشمنت بيبر زي ورق الزبدة كده، وهنزل الخليط بتاعي وهحطها في الفرن. ضروري جدا ما نفتحش الفرن قبل 25 دقيقة علشان الكيك ما تهبطش مننا. لما اتأكد تماما بعد ال 25 دقيقة افتح وادخل خلة او ادخل شوكة سكينة، لو طلعت نظيفة من غير اي فتافيت يبقى هي كده استوت وبقت زي الفل. لما الكيك طلعت من الفرن وتأكدت انها استوت ومنفوشة وجميلة كده وحلوة، هجيب تلت كوباية مية مغلية وعليها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام ومعلقتين كبار من السكر ونص معلقة صغيرة من الفانيلا، هقلبهم حلو قوي مع بعض وهنزلهم على الخليط. بس شوفوا هننزلهم ازاي. اهي الكيكة، انا قلبتها وشلت الورق البارشمنت بيبر منها، هقلبها تاني اعدلها، او شوفوا اي وش تحبوه، الوش الاحلى. انا الاتنين الصراحة الوشين حلوين جدا معايا وطلعوا حلوين، ولا لزقة ولا هبطانة ولا اي حاجة. بجيب خلة بخرم الكيكة اخرام كتير كتير جدا كده، او ممكن اقل من كده شوية. انا كان عندي ضمير في الاخرام.
وهجيب الخليط اللي انا لسه عاملاه وصبته عليها، والكيكة برضو لسه سخنة والخليط دوت مية سخنة جدا، تمام، وهسيبها شوية. واعمل اخر حاجة معايا عبارة عن هجيب مصفى وفيها ربع كوباية سكر ومعلقة كبيرة من الكاكاو طبعا الخام، وهخلطهم مع بعض في المصفى، وبعد كده هجيب زبدة الفول السوداني اللي هي بانر باتر، متوفرة وموجودة في كل مكان، هاخد منها كوباية. لو عايزين اقل شوية اوكي مفيش مشاكل، بس لو هقلل، لو مثلا هحط نص كوباية زبدة الزبدة دي يبقى مش هحط بقى ربع سكر، هقلل كمان السكر. لكن انا بقول لكم بالظبط اللي انا عملته، انا حطيت الزبدة دي كوباية كاملة وحطيت عليها الربع السكر وحطيت عليها معلقة كبيرة من الكاكاو، قلبتهم حلوة قوي 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 قوي. وبعد كده هجيبهم واحطهم على الكيك من فوق بمنتهى البساطة، ولا معايا ماتيريال معينة للكيكات والترت ولا الحاجات دي كلها، أبسط الحاجات اللي معانا. هقطعها معاكو بأمانة، طرية جدا وهشة جدا وريحتها جميلة. واحنا بنقطع ما بين الخط والتاني لازم طبعا السكينة تكون نظيفة، يعني لازم امسح البواقي من السكينة عشان الشكل من فوق يبقى حلو ما يبقاش بايظ. هجيب قطعة، المفروض طبعا اسيبها تسخن خالص، بس طبعا انا مش بصبر الحقيقة، عايزاكوا تشوفوها، بصوا الطرية ازاي، والصوص اللي انا عملته لما خرمتها بصوا نزل فيها من جوه ازاي، فعلا رائعة، طعمها جميل جدا وسكرها مظبوط جدا وصيامي وحلوة مفيهاش اي مكونات صعبة. بصوا شايفين بجد رائعة رائعة جدا، يعني حلوة قوي قوي، لو نعملها لأولادنا يفطروا بيها، ياخدوها في النص بعد الغداء هيتبسطوا قوي قوي بيها، وكمان لو الأولاد عملت معانا وساعدتنا طبعا هو ده الهدف وهو ده المطلوب من سلسلة المطبخ. اهم حاجة نتحكم في الدقيق، الدقيق ما يبقاش كتير، انزل الدقيق حبة بحبة. انا قطعتها وحطيتها في علبة وقفلت العلبة وحطيتها في المطبخ، ما حطيتهاش في تلاجة ولا اي حاجة، قعدت 3 ايام طرية وجميلة وباكل منها، ان شاء الله هتعجبك. معايا صاحبتنا صاحبة الصفحة عملت نفس الطريقة، بس هي زودت الدقيق شوية وصورت لنا وهي بتعملها اهي. بصوا الفرق بس بينها وبين بتاعتي، ان انا بتاعتي قطرة شوية لان هي زودت الدقيق شوية، لان قلت لكم دي بيختلف من نوع للتاني، لكن هي بتقولي ان طعمها تحفة وعجبت اولادها جدا جدا بألفها.